إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. الحمد لله. الكلمة الأولى كلمة الحمد، الناس يقول الحمد، يبدأ الحمد لله رب، هذا خطأ. الصحيح الحمد، دال مضمومة، بعض الناس يسكن الدال عند الوصل يقول الحمد لله، الحمد لله، هذا خطأ. والصحيح نقول الحمد، دو الحمد لله. كلمة مالكي، هناك ألف صغيرة تمد بمقدار حركتين بعد الميم، نقول مالكي وليس ملكي وليس مالكي يوم دي كما نسمع، تمد بمقدار حركتين فقط، مالكي مالكي. الكاف مكسورة، إذن عند الوصل ننتبه لكسرة الكاف، نقول مالكي 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 يوم الدين. كلمة نعبد، بعض الناس يسكن الدال عند الوصل فيقول إياك نعبد وإياك، وهذا خطأ. الصحيح أن الدال مضمومة عند الوصل، ننتبه إلى ضمة الدال، والمضموم لا يكون إلا بضم الشفتين، ضمه لابد أن تضم الشفتين مع أي حرف مضموم. إياك نعبد وإياك نعبد نعبد ونعبد. كلمة يستحيي، بعض الناس يقول يستحي، والصحيح أن هناك ياء بعد الحاء يستحيي وبعدها ياء مادية رسمت في القرآن رأس الحاء المقلوبة اللي أنت تجدها أمامك الآن، وبالتالي عند الوقف نقول يستحيي، وعند الوصل لابد وأن تمدها أربع حركات من طريق الشاطبي، يستحيي يستحيي أي يضرب. كلمة بقلها، سورة البقرة الآية رقم 61، بعض الناس يكسر القاف فيقول بقلها بقي، وهذا خطأ. القاف ساكنة والقاف مقلقلة، بعض الناس يقول بقلها بقلها، هذا خطأ. القاف ساكنة مقلقلة مفخمة، نقول بقلها وليس بقلها وليس بقلها. النبيين، سورة البقرة الآية رقم 61، الياء الأولى مشددة، مشددة بالليل، مشددة بالكسر، بعدها ياء مادية اللي هي عبارة عن رأس الحاء المقلوبة دي، النبيين، وعند الوقف النبيين 2 و4 و6 حركات اللي هي المد العرض للسكون. ويقتلون النبيين بغير الحق، كلمة بغير الحق ما أتت إلا في سورة البقرة، وفي غير البقرة أتت نكرة، وكما قال الشيخ جمال عبد الرحمن حفظه الله حق النكرة في غير البقرة. فدارأتم، سورة البقرة الآية رقم 72، أريد أن أوضح بعض الأشياء. أولا همزة فدارأتم اللي هي بعد الفاء همزة وصل تسقط وصلا، فنخرج من الفاء على الدال مباشرة، نقول فدا فدا، همزة الوصل هذه أكنها غير موجودة. فدا في ألف صغيرة بعد الدال، هذه تمد بمقدار حركتين، نقول فدا، بعدين الراء مفتوحة فدارا، بعدين في همزة سكون والهمزة هذه محققة، همزة قطع مرسومة فوق الألف الصغير، وهذه من ضمن الرسم، رسم القرآن، نقول فدارا را را، وبعدين في تاء مضمومة وميم ساكنة، فدارتم فيها. الكلمة الثامنة كلمة أضطره، سورة البقرة الضاد خالصة ثم ننطق الطاء، فلا نقول أضطره ويصير النطق بالطاء مشددا، هذا خطأ. الطاء الطاء هذا خطأ. إيه الصحيح؟ هذه ضاد هي خالصة بها صفة الاستطالة، أضطى أضطى أضطى، ثم أضطره إلى عذاب. الكلمة التاسعة كلمة مسلمين، فنقول مسلمين، اثنين يعني مسلمين وليس مسلمين، ومثلها كلمة
اللذين في سورة فصلت الآية رقم 29، وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين وليس الذين اللذين. الكلمة العاشرة كلمة اتبعوا وكلمة اتبعوا. سورة البقرة عند البدء باتبعوا نبدأ بها همزة مكسورة، نقول إي اتبعوا، وهمزة الوصل هذه عندما تكون في الأفعال لها حكم، إذا كان ثالث حرف في الفعل مضموم نبدأ بها مضمومة أو، نقول أشكر أعبد أقتل أتبع هكذا. إذا كان ثالث حرف في الفعل مكسور أو مفتوح نبدأ بهمزة الوصل إي، نقول إي اتبعوا ارتضى اركب. ثالث حرف في الفعل هو التاء الثانية من التاء المشددة، انت حرف مشدد عبارة عن حرفين الأول ساكن والثاني متحرك، عند الوصل تسقط وصلا، نقول إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين. كلمة الحادية عشرة كلمة دعاء ونداء، الهمزة منونة بالفتح، وكما تعلمون جيدا أن أي تنوين بالفتح يرسم بعده ألف عوض عن التنوين بعد الحرف الأخير، مثل كبيرا كبيرة، عليما عليما، وهذا الألف يوضع مع كل الحروف بعد أي حرف منون بالفتح، كبيرا عليما خبيرا أي حرف ما عدا الهمزة إذا ما كان ما قبلها ألف مد، مثل دعاء وسماء ونداء وهكذا. ليه؟ لأن في اللغة العربية لا تقع الهمزة بين ألفين. يبقى كلمة سوءا سنجد ألف بعد الهمزة، ليه؟ ما قبلها واو مش ما قبلها ألف. كلمة شيئا سنجد ألف بعد الهمزة لأن ما قبلها ياء، عند الوقف نقف عليه بألف عوض التنوين، نقول نداء دعاء سماء وليس دعاء. كلمة صم بكم عمي فهم لا يعقلين، صم صاد مضمومة ميم مشددة تنوين بالضم، بكم وبعد التنوين بالضم في باء، بكم تنوين بالضم على الميم بعديه عين، عمي تنوين بالضم على الياء بعديه فاء، تنوين بالضم على الياء بعديه فاء هذا إخفاء، عمي فاء. طيب بكم تنوين بالضم بعديه عين هذا إظهار، نقول بكم بكمن إظهار، يعني إظهار التنوين اللي هي النون الزايدة، بكمنعو بكمنعو. صم ننتبه أولا إلى شدة الميم، نقول صمو، وبعدين في تنوين ماله إقلاب، نقول صمو بو هكذا، صمو بكمن عمي فهم لا يعقلون. كلمة قدره سورة البقرة الآية رقم 236، ننتبه إلى أن الدال مفتوحة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. بعض الناس يقول قدره قدره، هذا خطأ. الحمد لله. الآية رقم 237 سورة البقرة كلمة يعفو ولا تنسوا، ننتبه. كلمة يعفو ننتبه لأن الواو مفتوحة، إلا أن يعفون أو يعفو الذي يعفو لا يعفو واو. طيب ولا تنسوا الفضل بينكم، تنسى في السين مفتوحة وبعدين في واو مضمومة، تنسوا تنسوا ننتبه، ولا وليس تنسوا هذا خطأ، تنسوا ولا تنسوا الفضل بينكم. الحمد لله. الكلمة الخامسة عشرة كلمة يبسط سورة البقرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هل هي بالسين ولا بالصاد؟ إذا كنت تقرأ من طريق الشاطبية وتوسط المد، ها توسط المد، فقرأها بالسين، نقول فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أما إذا كنت تقرأ من طريق القصر يجوز في الكلمة من طريق الطيبة من طريق القصر، يجوز فيها السين ويجوز فيها الصاد، والله يقبض ويبسط بالصاد أو والله يقبض ويبسط بالسين. الحمد لله. كلمة حاج، ألم تر إلى الذي حاج.
حاج إبراهيم. عند الوصل تمد بمقدار 6 حركات، عند الوقف ننتبه إلى شيئين. الشيء الأول أن الجيم ستسكن هنا، وإذا سكنت الجيم لابد من قلقلتها، والقلقلة هنا أعلى المراتب. ألم تر إلى الذي حاج، إيه الخطأ؟ حاج، هذا خطأ. شيء ثاني، المد مد كلمي، لازم 6 حركات وصلا ووقفا لا يقل، ومثلها كلمة صواف في سورة الحج يضا ولا يضار، وكلمة جان، وكلمة جان يضاف إليها الغنة. الحمد لله. الكلمة 17 كلمة ثم دعوهن، ثم أي ميم مشددة أي نون مشددة سواء بالفتحة وبالكسرة وبالضم في القرآن تغن بمقدار حركتين. ثانيا كلمة أدعوهن هي فعل بدأ بهمزة وصل، همزة الوصل تسقط وصلا، ونبدأ بها في الأفعال على حسب الحرف الثالث، والحرف الثالث إذا كان مضموم نبدأ بها أو نقول أدعوهن. أما هنا فعطفت على ثم فنقول ثم دعوهن، وهمزة الوصل سواء في الأفعال أو في الأسماء تسقط وصلا. يبقى هنا نخرج من الميم المشددة على الدال، همزة الوصل سقطت وصلا، نقول ثم دعوهن ثم دعوهن. الكلمة 18 كلمة 100 سورة البقرة الآية رقم 261، الألف اللي بعد الميم، هذا الألف عليه صفر مستدير، يعني الصفر ده عليه دايرة، ده علامة السكون في الكتابة العادية بتاعتنا. أما في القرآن هذا الصفر المستدير إذا رسم فوق الألف، رسم فوق الواو، رسم فوق الياء، فهو لا ينطق لوصلا ولا وقفا أكيد. مثل كلمة أولئك، الواو اللي بعد الهمزة الأولى، كلمة ولقد جاءك من نبأ المرسلين، في صفر مرسوم على الياء، هذا لا ينطق لوصلا ولا وقفا. وهنا أيضا في كلمة 100 وكلمة شيء في سورة الكهف ستجد صفر فوق الألف، هذا لا ينطق لوصلا ولا وقفا، فنقول 100. نخرج من الميم المكسورة على الهمزة المفتوحة مباشرة فنقول في كل سنبلة 100 حبة، 100 100 100 100. الكلمة 19 كلمة الربا سورة البقرة الآية رقم 275، كلمة الربا رسمت هكذا، ألف لام راء باء، وبعدين في ألف صغيرة مرسومة فوق الواو، وبعدين في ألف عليه الصفر المستدير، الصفر المستدير لا ينطق لوصلا ولا وقفا، ليس له أي أهمية لكنه من رسم القرآن. والألف الصغير اللي رسم فوق الواو هذا يرسم أيضا فوق الياء، ويرسم فوق أي حرف الكلمة، هذا معناه يمد بمقدار حركتين. يبقى كلمة الربا إنها ألف لام راء باء ألف الربا، لكنها رسمت هكذا. يبقى عند الوقف نقف على الألف، نقول الربا وليس الربا، ومثلها كلمة الصلاة ترسم الألف الصغيرة فوق الواو، نقول الصلاة وليس الصلوات، وكلمة الزكاة هكذا، نقول الزكاة وليس الزكوات. الحمد لله. الكلمة 20، والصراحة هي مش كلمة واحدة، لكن هي كلمات، لكن لنفس السبب تنطق خطأ عند حفص من طريق الشاطبي. كلمة فناظرة، بعض الناس يقول فناظرة ويسكن الظاء والظاء مكسورة، فناظرة إلى ميسرة، سورة البقرة. ومثلها كلمة خطوات الشيطان، بعض الناس يسكن الطاء فيقول خطوات الشيطان، هذا خطأ صحيح. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، سورة البقرة، ومثله في بقية السور. كلمة هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هزوا الزاي مضمومة، بعض الناس يسكن الزاي فيقول هزوا، وهذا خطأ، والصحيح هزوا في سورة البقرة وفي كل السور. غفر الله لي ولكم.